السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف التلفزية. أخوتي تبارك الله، هذا المساء هذا طاحت الشتاء يعني قوية جدا. تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة كانت كافية يعني تؤدي إلى الفيضان، الله يستر. يعني أمر قوي جدا، أمر الله والحمد لله. شوف الطوموبيل تقريبا الروايد ديالها قرابين يغبيو، يعني تبارك الله وتعالى. حتى الامطار مازال جايه يعني قويه جدا هنا في مدينه فاس. امطار غزيره جدا، غير في الضيعات. شوف تبارك الله الماء في وسط يعني الضيعات الفلاحيه، الماء تبارك الله. دونك الشنطي تقريبا عمار بالماء عن كامله تبارك الله. طاحت الشتاء قويه جدا، وهناك رعد وهناك برق. اسال الله السلامه والعافيه، والله يعطينا على قد النفع تبارك الله وتعالى. ما شاء الله الحمد لله، هذا كله من فضل ربي. ما شاء الله مازال جاي الشمس جهدة. دونك هذه هي مدينة فاس، تعيش على أجواء ماطرة جدا الحمد لله. هناك سيارات كيدوزو في وسط الماء، الشانطي عامر ماء، محطة ديال الساتيان. تبارك الله الخيرات. أمطار زعما ديال الخير ما شاء الله. كنتمنى يعني تم تسوية يعني ديك الحفار ديال واد الحرش. الطوموبيل تبارك الله كتقرب تغبى بالماء. تبارك الله خصوصا في ذاك المكان اللي حدا الطوموبيل هذيك اللي غادية، تقريبا تبارك الله عرفتي تغبى بالماء تما في ذاك المكان هذاك. الروايد ديالك يهبط في مرة شتوها تبارك الله. الحمد لله وعلى لطف الله، والحمد لله على الأجواء يعني الماطرة. وأسأل الله اللطف، أسأل الله السلامة والعافية، والله يعطينا على قد النفع، ورمضان كريم للجميع. تبارك الله 5 دقائق أو 10 دقائق ما كملاش كانت كافية يعني تعمر الشانطي بالماء نهائيا عن كامله. كاين المكان اللي خرج كاع على الترطوار، بحال المكان اللي هي خرج على الترطوار نهائيا الماء. تبارك الله الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله في السراء والضراء وحين البأس، صدق الله العظيم. يعني هناك أمطار قوية ورعد برق، الله يجعل السلامة، الله يجعل السلامة يا رب، والله يرحمنا ويعطينا على قد نفع أي حاجة، والحمد لله يا رب، الحمد لله. هذا الكارتي ديال حي الوحدة بن سودة فاس، الكارتي الحي الصناعي ديال بن سودة. تبارك الله الخيرات ديال الشتاء، مازال الشتاء قوية. تبارك الله تبارك الله. تبارك الله ديك المكان اللي لهيه تقريبا السيارات الروايد ما كيبقاوش يبانو نهائيا، الروايد ما كيبقاوش يبانو. كنتمنى يعني من المسؤولين يدخلوا في هاد الامور هادي يعني في اقرب الاجال، باش ما كيبقاش ديك تم ديك كيوقع ديك الخنق ديال الابار ديال المياه
صرف صحي كتمنى يعني تتم التسويه ديالهم والتسريح ديالهم. تبارك الله الكاميو الرواي ديالو راه في النص ولا اكثر من النص تقريبا حتى هو يعني ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله اللهم لك الحمد. في هذا اليوم الجمعه واخر ايام يوم الجمعه يعني اخر ايام يوم شعبان عندنا في المغرب هذه السنه ورمضان كريم للجميع. وهذه هي مدينه فاس يعني انا في كاتريام ايطاج هي مدينه فاس. الصوره كانت الامطار القويه تبارك الله اللهم لك الحمد. شوفوا ديك السياره اللي لهي راه غبات نهائيا بقات حتى الجاج ديال الطوموبيل ما كيبقاش يبان ليه عاد جايه من ليه تقريبا الجاج ما كيبقاش يبان ليه نهائيا ديال البولات ديال الجاج تبارك الله تبارك الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله اللهم لك الحمد. نبدا الكاميون اللي جاي ايوا تبارك الله النار ما شاء الله نتبع واحد من الموتور هو جاي تبارك الله امطار الخير غزيره جدا غزيره جدا غزيره جدا الله يلطف الله يلطف الله يلطف وصافي كنتمناو يعني تكون فيها خير ان شاء الله باذن الله فيها خير بحول الله لان اي حاجه مع الله تعالى الحمد لله دائما فيها غير الخير. اما الطوموبيل كاع حبس ولا ما قادش يمشي ولا شنو خاف غادي من جهه اخرى اظن ولا غادي يرجع بحالته لان خاف داك المكان غرق شويه بزاف في هاد اللحظه هادي يعني لان الشتا مازال كتصب قويه جدا الحمد لله قويه قويه امطار غزيره ورجع بحالته ما قادش يكمل السير لان في داك المكان غرقت بزاف راهم الشتا نزلوا بقاو غادي ندافع على الموتور ديالهم غباليهم الموتور بالماء تبارك الله تبارك الله غباليهم الموتور ودفعوه بيديهم راهم دافعينه الحمد لله اللهم لك الحمد على الامطار القويه وشكرا لكم رمضان كريم وكنتمنى الخير للجميع يا ربي يتلطف بينا ويعطينا اي حاجه على قد ننفع يا رب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.